السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بروفيشنالز، معكم ريان في فيديو جديد. اليوم جبت لكم موقع رايح يعجبكم كامل. فكما على بالنا حنا لي زاجيريان نبغوا بزاف البولا، يعني نحبوا بزاف نتفرجوا على ماتش. اليوم جبت لكم موقع رايح يعجبكم، من خلال هذا الموقع تقدر تشوف كامل لي ماتش اللي كاينين هذاك النهار، وحتى لي ماتش اللي كاينين من لا اسبوع ولا حتى شهر ولا شهرين. ثاني في مميزات اخرى ما كاينينش في مواقع اخرى اللي تعرفوا عليهم في هذا الفيديو. فطروك بلا ما نطول عليكم بزاف، ما تنساوش ديروا جيم لهذا الفيديو، ثاني تبارطاجوه كامل اصحابكم. انا على بالي هذا الموقع راح يعجبهم بزاف. وثاني في طريقك تشترك في القناة، هذه حاجة مهمة بزاف. ودروك نبداو في الفيديو. فهذا الموقع هو كلاف بيكس، تلقاو الرابط تاعه تحت في الديسكريبشن، واللي هما راسلوني باش ندير لكم هذا الفيديو باسكو على بالهم لي زاجيريان يعشقوا في البورة. فكي تدخلوا للتطبيق ولا كي تضغطوا على الرابط اللي موجود تحت في الديسكريبشن، تخرج لكم هذه الواجهة اللي فيها اخر الاخبار تاع كرة القدم. ثم يظهر لكم الان all you need to know about world cup 2022، كما راكم تشوفوا هنا اخبار تاع كاس العالم 2022، وكاين تاني اخبار اخرى هنايا. بون حنا نروحوا دروك نحلوا الكونت تاعنا، نضغطوا على هذا الثلاث نقاط كما راكم تشوفوا، يخرج لنا لوجن ولا سينك اب. تضغطوا على سينك اب اذا ما كانش عندكم حساب، وتضغطوا على لوجن اذا كان عندكم حساب. بطبيعه الحال انا دروك عندي حساب، راح نحله ونرجع لكم باش نفهمكم في لي ماتش وسؤال اخرين ومميزات تاع هذا الموقع. ودروك راني حليت الكونت تاعي، عاودوا نضربوا في هذوك الثلاث نقاط ويخرجوا لنا ماتش بريدكشن وتيبسز. حنا الاولى نروحوا للماتش، يخرجوا لنا كامل لي ماتش اللي كاينين اليوم. كما راكم تشوفوا هادو هما كامل لي ماتش اللي كاينين اليوم وفي وقت تصويري لهذا الفيديو. فمثلا حنا انا باغي نشوف فقط لي ماتش اللي كاينين في البريمير ليغ، نروحوا للبوبولار ليغ يخرجوا لنا كامل لي ليغ اللي هم كاينين ولا كامل لي شامبيون اللي كاينين، وكاين بزاف لي شامبيون. فاذا ضغطتوا على مور يخرج لكم بزاف 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 تاع لي شامبيون. حنا نضغطوا على اكس ونروحوا نشوفوا فقط لي ماتش اللي هم كاينين اليوم في البريمير ليغ، ما يخرج لنا والو لان في وقت تصوير لهذا الفيديو ماش كاين ماتش اليوم. مثلا حنا نروحوا غير ولا دات مثلا ال 20 اوت، راح يخرج لنا كامل لي ماتش اللي كاينين في ال 20 اوت اللي هو نهار السبت. كيما على بالكم نهار السبت هو نهار بريمير ليغ. ثاني حاجه شابه انها يعطيك الوقت تاع الجزائر، اي انت ما دير ساعه ما دير زوج ما تنقص ثلاثه ما دير والو، الوقت اللي عطاه لك هو الوقت تاع الجزائر. روحوا دروك شوفوا الليغا الاخرى واللي هي لا ليغا تاع اسبانيا. نضغطوا على لا ليغا، ما قلت لكم كاين بزاف لي ليغ وكاين بزاف لي شامبيون، ويخرجوا لنا دروك لي ماتش اللي كاينين نهار السبت في لا ليغا. ثاني تقدروا تبدلوا لاطات كيما تحبوا، تبغي تشوفوا لي ماتش اللي كاينين من على سيمان على شهرين على 3 شهور على 4 شهور كيما تحبوا. فمثلا حنا نروحوا مثلا لشهر جونفي، نشوفوا لي ماتش اللي كاينين في جونفي ونختاروا على سبيل المثال نختاروا ال 14 جونفي، ويخرجوا لنا كامل لي ماتش اللي كاينين في ال 14 جونفي. اي اختار لاطات اللي باغيها ويخرجوا لك كامل لي ماتش اللي كاينين في ال 14 جونفي وفي كامل لي ليغ. ودروك حنا غادي نبدلوا ونروحوا للخانه الزوجه اللي هي بريديكشن اللي هي التوقعات. وفي خيار التوقعات جماعه هنا ما على باليش اذا الحاج حرام ولا حلال، بحثت فيها وما لقيت اجابه. فالناس اللي على بالهم الى التوقعات حلال ولا حرام يقولوا لنا تحت في التعليقات باش نستفادوا كامل. فاذا كانت هاد العفسه حرام دخلوا فقط هاد الموقع باش تشوفوا لي ماتش، باش تشوفوا التوقيت تاع لي ماتش ثاني وخطيكم التوقعات. اذا كانت عفسه ماشي حرام اي حلال فدخلوا جربوا بالك دخلوا شويه دراهم ودروك حنفهمكم فيها شويه لحسن ما فهمت انا. كي ندخلوا لها كاين اول، وهاد الاول فيها الفري والفي اي بي. الفري اللي هي التوقعات الباطل اللي تقدر تدخل لهم باطل، وكاين في اي بي اللي تدخل لهم بالكوينز. فهنا كما قلت لكم اول يخرجوا لنا كامل لي ماتش اللي كاينين اليوم واللي نقدروا نتوقعوا فيهم. فمثلا انت راك باغي تتوقع فقط في المباريات تاع بريمير ليغ تتعرف لهم، وباغي تتوقع فقط مباريات بريمير ليغ تضغط على بوبولار ليغ تختار لا ليغ اللي راك باغيها. دروك نروحوا للخانه تاع فري اللي يخرجوا لنا لي ماتش اللي نقدروا نتوقعوا فيهم باطل، وكي نروحوا للفي اي بي يخرجوا لنا لي ماتش اللي نقدروا نتوقعوا فيهم لكن خصنا نخلصوا كوينز. مثلا حنا نروحوا للماتش تاع موشغاد باخ، نضغطوا على تشيك بريدكشنز ويخرج لنا الماتش. هنا يخرجوا لنا زوج بني ادم اللي مختصين واللي خبراء في التحليل وفي التوقعات. مثلا انا راني باغي نشري توقع تاع هاد السيد، كما يقول لك هنا 81% يربح التوقع ولا 81% التوقع تاعه صحيح. نضغطوا هنا على باي 4 كوينز تو انلوك، كنضغطوا على باي 4 كوينز هنا خصنا نخلصوا باش نجيبوا لي كوينز. فانا عندي ديجا لي كوينز، نضغط على باي 4 كوينز، نضغط على كونفيرم، هاكا رشينا التوقع تاعهم. وفي التوقع تاع السيد يقول لك باللي موشغاد باخ هي اللي غادي تربح هذا التوقع. ودروك باش تعرف شحال عندك كوينز ولا باش تشري كوينز تضغط في الثلاث نقاط كيما شفتو دروك ونذهبوا الى بروفايل تاعنا، راح يخرج لنا ماي بلان، وهنا تقدر تشري كوينز كيما راك حاب. مثلا حنا غادي نمسيو نشرو 10 كوينز، نضغطوا على
وين ناو، هنا يخرج لنا الكونتري نختاروا البلد تاعنا. مثلا احنا انا في الجزائر، نضغط على كونتينيو، وهنا يقول نختار اما تخلص مع كارت فيزا ولا تخلص بالباي بال، وتكمل لي طلب اخرين وراك شريت 10 كوينز. والفوق اذا طلعنا يخرج لنا ثاني عفسه تاع بروفايل اللي يخرج لنا فيها ليميل باش نبدلو ليميل باش نبدلو الاس باش نبدلو الباسورد وهدا فايس. وعندنا هنا اوردرد تيبس اللي يخرج لنا فيهم توقعات اللي شيناهم. كنعاودو نطلعو يخرجو لنا هنايا following tipsters، إذا ضغطنا عليها يخرجو لنا الناس اللي يتوقعو ولا المحللين لأن نتبعهم. وعندنا فوقا تاني notifications و log out باش تكونيكتي من الكونت تاعك. فكما قلتلكم هتسيت مليح باش تشوف منه لي ماتش ولا توقيع تاع لي ماتش اللي كاينين في النهار لك فيه ولا في الأسبوع المقبل ولا في الشهر اللي موراه ولا من نهار 3 شهور ولا 4 شهور. كيما راك حاب تشوف لي ماتش اللي كاينين. تاني في عفسة التوقعات اللي نورمالمون تخمن من هدرا، بصح اذا عفسه حلال ولا حرام ما على باليش تاكدوا. اذا كانت عفسه حرام خطيكم التوقعات ما تدوها جا فيهم، دخلوا شوفوا لي ماتش قداش يلعبوا وهات صوالح وثاني قروا الاخبار. في الناس اللي حابوا البولو هات السيت نظن راح يعجبهم ومليح ليهم. وثاني رابط تاع السيت راح تلقاوه تحت في الديسكريبشن. ودروكم قال غير نقول لكم شكرا المشاهده، وما تنساوش جيب الفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم. ثاني في طريقكم تشتركوا في القناه، هذه حاجه مهمه بزاف. نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله.